أبو أميرة، وش ممكن يعني نقول عن المباراتين المتبقية؟ إذا كان اليوم عنده 53، قريب من النصر ب 54 والهلال ب 58، يعني خصوصا إذا وضع الآسيوي لسه مو مبين، بس أكيد ما راح يكون في مقاعد متاحة للأندية كما هي في النسخة الماضية. وش ممكن يستفيد الشباب من المباراتين المتبقية ومن فترة التوقف؟ بالتأكيد الشباب راح يضغط على النصر، يعني اليوم فوز اليوم ضغط على النصر، يعني فرق نقطة، فالنصر بكرة يعني مباراة ما حنتكلم فيها بعدين، يمكن النصر والأهلي على حسابات النصر حتكون بالنسبة للنصر وبالنسبة للأهلي أيضا، لكن الشباب حيستمر في الضغط. ليش؟ حتى يحاول يأمن مركز آسيا، وكلنا عارفين إنه الفيحاء هناك بسبب تحقيق فريق خارج التوقعات وخارج الفرق اللي في المربع الآن، جايب كاس ومتأهل لآسيا، وبالتالي الكل حيسابق على مركز ثاني ثالث وما إلى ذلك، وبالتالي حيضغط الشباب حيستمر. المباراة اليوم كانت يعني اعذروني الرائدين بصراحة أشبه بالتدريب للشباب، بيلعبوا بكل سهولة وبساطة وكل هجمة يبغوا يوصلوا وسجلوا هدفين وضيعوا كثير من الأهداف، يعني بسبب أنهم واجهوا فريق، يعني انا لو سالت اي احد الان، محللين الكباتن الكبار عندك، اي احد تساله الرائد بيلعب كيف، ما حنعرف نجاوبه، حيقول لك بعشوائيه بفوضى، ما في فريق، ما انت عارف هو بيهاجم بيلعب باستحواذ ولا هو بيلعب زون ديفنس ولا بيعمل ضغط من نص الملعب ولا شيء، فريق بيلعبوا بس اي بس شكل 4-3، برافو عليك، ما في تنفيذ خططي للفريق، يعني اضغط من هنا، نبغى نلعب كذا، نبغى نسوي كذا، نبغى نستغل كذا، ما فيش، بس انزل والعب. وهذا كله بسبب تغيير المدربين الخاطئ بدايه بمشين. واتذكر كلام المبدع ابو حنين صراحه لما قالها قبل فتره طويله انا كنت مستغرب، قال الرائد من الفرق اللي حتصارع على الهبوط، الان كل ما اشوف الرائد اتذكر كلامه، يعني بامانه مش معقول اللي صاير في الرائد. الخطر على الرائد الان انه مهدد بالهبوط، خلاص قرب من الهبوط بكل امانه، وما عنده مدرب ولا عنده شكل في الفريق ولا عنده شيء. الفرق الثانيه على الاقل تقول هذا بيدافع، هذا كذا، هذا كذا. اخر نصيحه للرائد في الاسبوعين هذه، التوقف من اكثر الفرق اللي التوقف هذا في صالحهم، للاستاذ بندر، ابو بندر طبعا الاستاذ هذا المطوع ولا معاه فنيين، الاسبوعين هذه نصيحه، اشتغلوا على سيستم زون ديفنس، تدريبات وهجمات مرتده، عندك لاعبين سريعين كثر، عندك ما شاء الله زين، عندك فوزير، عندك يعني بكل امانه في واضح المشكله، الانهيار في الرائد مش بس على المستوى الجماعي، حتى على المستوى الفردي نجوم الفريق مستواهم هابط، وبالتالي التوقف هذا يجب ان يستغلوه افضل استغلال. جميل. والا بالشكل هذا الرائد صعب يبقى.